الرفيقات والرفاق في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، السادة الحضور، أسعد الله مساءكم بكل خير. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي وقياداته وأعضائه، أبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، وأحتفي ونحتفي معكم سويا في ذكرى السادسة عشر لتأسيس هذا الكيان، وذكرى وفاة الراحل المناضل الرفيق عبد الرحمن النعيمي. وأتشرف أن أقف خلف منبر وعد، هذا المنبر الشريف والذي كان وما زال منبر لمن لا منبر له. في ذكرى رحيل أبو أمل، فأنا وبتواضع لن أفي حقه ولا أستطيع أن أقدر حجم عطائه ولا إخلاصه اللامحدود لوطنه ومبادئه، فهو رجل قل نظيره، نفخر وتفخر البحرين بأمثاله من الشرفاء المخلصين الذين ساهموا في سمو الإنسان وفي نهضة ورفعة الوطن. رجل عروبي بامتياز يجعلك تتوشح بوشاح الفخر والاعتزاز وجهابيدة العطاء والنضال العربي، وما أن نلتقيهم في أي قطر عربي حتى يبادروا بفتح شريط الذكريات معه والتغني بتاريخه وعطائه ونضاله اللامتناهي. صال وجال ولم يعرف الملل ولا الوهن، ولم يتراجع قيد أملة لصالح وطنه وشعبه وحقوقه، فعمل في المنافي شاهرا فكره التقدمي أمام بوابات الظلام والرجعية والبطش، نصيرا للإنسانية أينما كانت ووجدت. يملك الأوسمة المشرفة التي لبست على صدور العزة والكرامة، وأهمها وسام نصرة فلسطين الذي سعى ورفاقه في المنافي من أجل عروبتها وعزتها وعودتها لأصحابها، وكان نعمل المقاتل الفد من أجل قضية آمن بها حتى آخر لحظة قبل دخوله تلك الغيبوبة المشؤومة. تجرع مرارة الغربة وأهوالها يدافع عن عروبته ووطنه في آن واحد، متمسكا بسلاح الأمل، وكان له ما أراد ورجع محققا النصر لوطنه وشعبه، محمولا على الأكتاف هو ورفيق دربه الرفيق المناضل عبد النبي العكري وآخرين. عادوا من أصقاع الأرض بعد العصر الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك، وكانوا وكنا متفائلين بمستقبل سياسي زاهر، ومن علامات ذلك التفاؤل أن نحتفي اليوم بذكرى تأسيس أول جمعية سياسية مرخصة في الخليج العربي، لنكون نحن الأوائل في هذه الساحة وفي هذه المنطقة التي لم تعرف هذا النوع من الحراك السياسي المنظم، فكان لنا الأسبقية في أن نتميز كما هي عادتنا نحن شعب البحرين. فها نحن نحتفي بالذكرى السادسة عشر لتأسيس هذه المؤسسة وذكرى وفاة مؤسسها الراحل عبد الرحمن النعيمي. بعد كل ما سردته من آمال بعضها تحقق، وبعض الحقوق في تلك الفترة اكتسبت، ومن مساحة من مساحات الحرية لم نكن نحلم فيها يوما من الأيام آنذاك، إلا أننا اليوم وبعد كل تلك الآمال والطموحات والتطلعات قلوبنا تخفق بوتيرة متسارعة قلقة للغاية، وفي صدورنا غصة على ما آلت إليه أوضاعنا هنا في وطننا الجميل المعروف بسماحة شعبه وعشقهم للمحبة والسلم والسلام. التواقون للحرية والعدالة والمشاركة الفاعلة والحثيثة لرقي الإنسان البحريني ونيله كامل حقوقه.
في صدورنا غصة ونحن نرى الإجراءات تتسارع ضد هذا الكيان الذي نحتفي بذكرى تأسيسه اليوم. فالأسبوع الماضي يستدعى المناضل عبد النبي العكري للتحقيق في النيابة العامة بتهمة التجمهر، وبالأمس يستدعى الأمين العام السابق الرفيق رضي الموسوي للتحقيق، واليوم يتم استدعاء القائد الوطني الأمين العام الأسبق لوعد الرفيق إبراهيم شريف للتحقيق معه بالنيابة العامة بتهم مدعاة للسخرية والعجب وبعيدة كل البعد عن الواقع. وأكتوبر القادم في الثالث عشر هو حكم المحاكم الإدارية بشأن إغلاق وعد، بالإضافة إلى الكثير من التوجسات والقلق لمصير العملية السياسية بعد إغلاق جمعية الوفاق والسير في القضية المرفوعة لإغلاق وعد، وأضف إلى ذلك عدد المعتقلين السياسيين وعدد المسقط جنسياتهم وإغلاق قرية الدراز لمن لا يملكون عناوين سكن عليها. لذلك ومن خلف هذا المنبر أنتهز هذه المناسبة لأخاطب جلالة الملك مناشدا إياه ببقاء بيت عبد الرحمن النعيمي هذا والإبقاء على تاريخه ومجده وجهده وجهد رفاقه وتضحياتهم في المنافي، والذين ميزوا البحرين في كثير من المحافل والمنابر والقمم. كما أذكر جلالته باللقاء الذي جمعه بالمناضل أبو أمل ممثلا عن هذه الجمعية المعرضة للإغلاق وموافقته باحتضان المؤتمر القومي العربي، وهي سابقة مشرفة جدا شرفت البحرين على المستوى الخليجي والعربي. كما أذكر جلالته أن معارضة البحرين معارضة سلمية حضارية متميزة متنوعة تعمل من أجل الإصلاح، وأحد أهم أعمدة هذه المعارضة هي جمعية وعد التي تضم بين أعضائها السني والشيعي والقومي والليبرالي والناصري والتقدمي والوسطي، وهي الجمعية الجامعة العابرة للطوائف والمذاهب والملل. كما أذكره في تذكير أخير أن هذه الجمعية وشقيقاتها مثلت البحرين في كثير من المؤتمرات والندوات والفعاليات والوقفات داخلية كانت أم خارجية مناهضة للكيان الصهيوني الغاصب الذي يقتصب فلسطين، مناصرة لفلسطين وقضايا الأمة ومدافعة عن عروبة البحرين. نحن في الوحدوي وإذا نضامن مع وعد نناشد الملك أن يستخدم صلاحياته الدستورية لوقف كثير من القرارات والإجراءات التي تنال من البحرين ومشروعها الإصلاحي، وأنا أكرر هنا هذه المناشدة وأطالب بوقف هذه الإجراءات وأهمها قرار إغلاق وعد واستدعاء القيادات وغيرهم من النشطاء، ونفتح صفحة جديدة خلفيتها وركيزتها ميثاق العمل الوطني. فنحن أي الحكم والمعارضة كل منا يكمل الآخر، فالحكم يحتاج للنقد البناء والمعارضة بحاجة لمراجعة أدائها وعملها. فنحن لسنا منزهون، ويمكن كل ذلك عبر تبريد هذه الساحة بعد التنازلات هنا وهناك من أجل أن نسير بالبحرين إلى بر الأمان. أكررها من قلب مخلص لوطنه وشعبه وقضيته، لنفتح صفحة جديدة ونذهب في حوار ينهي هذه الحالة من الاحتقان الغير مسبوق. فالبحرين لا تتحمل المزيد من هكذا، والعهد الإصلاحي لا يمكن أن يزدهر وينمو دون وجود جمعيات سياسية معارضة ليست مطبلة قادرة على طي الصفحة المؤلمة الماضية، وأهمها قرار إغلاق هذه الجمعية التي نحتفل بذكرى تأسيسها، الجمعية التي أسسها من نجتمع لذكرى رحيله، والذي أتمنى أن يكرم بتدريس سيرته الخالدة في المناهج الدراسية وأن يطلق على أحد شوارع البحرين اسمه الكريم. شكرا لحسن إصغائكم، وعاشت البحرين، وطن الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعي، والسلام عليكم.